السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا مزيانين بخير في صحة جيدة. لقيتوني في طنجة في موقع زعما شوية ممتاز قريب من كل شيء. دابا أنا في العرفان واحد، هانتوما كما كتشوفوا الحي الشعبي فيه كل شيء قريب من مدينة، كل شيء كاين، كاين البارد، كاين البنكة، كاين اللي بغيتي زعما. صراحة الله هنايا كاين واحد الشقة الطبقة الثالثة كتسبع في الضحى ديال العرفان واحد في هاد العمارة هادي، ما كطلش الاطلال على الشارع، كطل الاتجاه اخر زعما مجمع نقي زعما. صراحه الله كاين كاميرات فيها الثمن مناسب، وديكلاراسيون 100% اللي بغا يدير شي واحد كريدي فيها ثمن مزيان 32 مليون. المساحه ديالها 60 متر. ما انتم كما كتشوفوا الموقع. دابا انا كنتواجد في طنجه في العرفان واحد. موقع ممتاز، الشقة جات في الطبقة الثالثة محافظة، مساحة ديالها 60 متر، إطلالة ما عندهاش على هذا الشارع، هذا عند على الشارع آخر. هانتوما كما كتشوفوا الموقع، خليكم على الفيديو كامل باش تشوفوا الشقة. كاين هاد الشقة هادي في طنجة، البابية هادي كيما واحد السيجور هنايا هكلزا ديزاين عادي. هادي السكن الاقتصادي ديال الدوحة طريق مرجان حدا العرفان. هذا هو الصالون، هذا هو الصالون، إطلالة كطلع اتجاه آخر من هنا زعما نمشي مشى. هادي الدوشة، شاكم هادي التواليت، هادي الدوشة، هادي كوزينة، هادي كانت مكرية على شي كتشوفها شي مكرفصة، كانت مكرية. هدا هو البالكون ديالها، ها الإطلال على من كطل، مشا مشا. هادي كوزينة، هذا بيت الاولاني، لا لا ما كطلش على الباتيو ولا زعما الدار مشمشه مهويه 100%. هذا بيت ثاني، بيت فيه كبارين لي دوتو خدامين بزاف. المساحه ديالها نقول لك 60 متر، يعني 60 ولا 58. الثمن ديالها مناسب. انا نخليكم مع الموقع، هذه الطبقه الثالثه، خليكم مع الفيديو كامل نوريكم الموقع فين جات.